عليكم متابعين عالم الفقاسات، وتحية طيبة لكم جميعا. هذه فقاسة من شركة ماينو الإيطالية العريقة، فقاسة طبعا غنية عن التعريف، قديمة، إنتاجها قديم لكن تعمل. وحورنا الكنترول مالتها، كان من النوع الانالوج اللي بدون شاشة، هذا الكنترول القديم مالتها، الى كنترول ديجيتال من نوع الجيمو التركي، طبعا ويا تسليك كامل ويا مراوح جديدة. هنا تشغيل التقليد، وهنا الانارة الداخلية. طبعا هذه اجهزة المعايرة، هذا سنسيريون، هذا معايرة بنظام الزئبقي دقيق جدا. هاي الحرارة هسه عندنا 37.4، انا برمجها 37.5. طبعا ايضا احنا نطمئن ان نفحص باكثر من وسيلة، هذه 37.5. الحرارة ما شاء الله مطابقة، مضبوطة 100%، تعمل بكل نجاح. الف مبروك الى الاخ محمد دفاعي، هذه الفقاسة الرسمية، تحياتنا الجميع.